وصلنا لحته ان احنا نبدا بقى في الجزء اليونيفورم. خش على الشوز. تمام اللي في هناك يعني ماشي ديت. عايزين نشوف دي كده. هاي احنا ظبطناها. قول بصر عندي. تمام مش مشكلة. تستاهل. عايزين بقى نعمل ايه؟ بس انت ابن انت لو واحد بصراحة ايه تفصل عند رجل كده اشتغل اهو. بص بدا اشتغل زي ايه. عايزين نبدا بقى نشوف ايه حتة الشوبنج كارت. هو عامل كده ليه؟ استنى بس الشوبنج كارت بقى. طب الشوبنج كارت فيه هنقول الفكرة لسه يعني. الفكرة اللي عملها اللي قال عليها شنو؟ ماشي ما انا عارف زي اللي عندي. الفكرة اللي قال عليها شنو؟ شنو بيقول ايه؟ أول حاجة هنعمل لاي أوت. صح كده؟ اللاي أوت دي هنحط فيها السيريال نمبر واسم المنتج والكوانتيتي والبرايس وطرب الكوانتيتي والبرايس. ادينا تقول كلام صح كده. بعد كده والصورة يلا بالمرة يبقى حلو. خدت بالك؟ ده الشكل اللي احنا عايزين نعمله. واول لما الشاشه تفتح تروح مقلوبه لاندسكيب. نحط صوره. حالة التعديل. ايوه تمام كده. طيب ولما يجي بقى ياخد الداتا ياخدها من هنا. احنا قلنا هياخد من هنا هيشيلها في ال لا هو هياخد الاول الداتا يشيلها على الديفايس في على الديفايس وبعد كده يعرضها هنا. يخلص التعديل ويعمل تحت سند او يعمل ابروف ان هو خلاص موقع الكود يروح يدلل طيب بص بقى كليك يمين نيو يلا لاي اوت ريسورس شيبنج كارد او شوبنج كارد ونخليها ريلاتيف. تمام عملت لاي اوت. كليك يمين على لاي اوت نيو لاي اوت وسميتها وقلت ريلاتيف. تمام الشاشه دي بتاعت الشوبنج كارد هيبقى فيها لما كل ما اضيف على سلسله المشتريات يقعد يضيف في الاخر اشوف سلسله المشتريات الاقيها يظهر لي الداتا اللي حاجه انا بقى عندي الديزاين ده اصلا مش موجود. هو ده الجريد ده قلت لك ده الجريد. تمام عايزين نخليها بقى هنا ايه لاندسكيب عشان هي تظهر هناك لاندسكيب عشان الدنيا هتبقى كبيره يا يوسف. تمام كده. هنا اروح عامل تكست فيو ايه ماشي. اول حاجه الصوره
هقلبك انت جامد. بجد والله لا بجد. الفيديو شغال بقى ما تخشني الا ادبنا. عشان تظهر يا اخي. فشيكه. عشان تظهر عشان هي انا في العرض هستلم كده. فانا وانا في العرض لما وانا بشغال ان انا بصمم كده لما تتقلب هتلاقي الدنيا صغيره جوه. الناحيه دي بس. فانا عايز نفس طريقه العرض نفس طريقه الديزاين. زي الالعاب. زي الالعاب. والله عليك. شاب وزي عبي بس ما. هو الشاشه هنحط يعني صوره عايزين صوره نو اللي هو نو ايمج دي كانت اسمها نو ايمج دي عندنا صوره بتاعت نو ايمج ده ما عندنا صوره تيشرت حط سمارت فيجن لوجو لا ده على السيرفر يا ابو فين صوره اللوجو تمام ونروح ويتس فور هايت يجوا وراها كبيرة جدا تمام يجوا وراها هنا تكست فيو الاسم دي بتاعت الشوبنج كارت يجوا وراها تكست فيو للكميه يجوا وراها تكست فيو للسعر يجوا وراها تكست فيو للتوتال ايه السيريال برضو محتاجين يبقى ده السيريال وده الاسم وده هننزل بلان تكست نمبر عشان ايه نخليها بس تمام سمي دي IMG ship أو shopping وهنا TXTS shop serial TXT shop name TXT shop quantity txt shop price txt shop total طب واحنا لو ضفنا في array list ممكن اسيب على الري ليست واخلي الادابتر ياخد من الليست دي زي لينكد ليست كده هي ليست زي لينكد ليست ايه لا لينكد ليست برده ما هي على الراي لينكد ليست على الراي هي الري ليست هي لينكد ليست بس برده على الراي اللي ما تضيعش يبقى داتا بيس على طول وش دي الحاجه الوحيده اللي ما تضيعش كده اللي المفروض بقى بص يا شباب
قفلت كله عشان بس الدنيا تبان. بص بقى ده اللي اوت تاني. وعندنا فين الشو فين اليونيفورم ديتيلز اهي. المفروض لما يدوس على دي تتسجل في داتابيز اس كيو لايت. ولا تتسجل جوه الري ليست. ومالها كبيره ليه كده يا اخي بيت سنين. ماشي حلو مش مشكله. بتسجل جوه ايه؟ داتابيز. بص ماشي خلاص هي مش تنفع داتابيز سكولايت. بص بقى هنا عايزين بقى نبدا نتعامل مع داتابيز الاس كيولايت. ايه الداتابيز بقى الاس كيولايت ديت؟ قال لك عندنا نوعين من الداتابيز، يا اونلاين سيرفر ودي بتبقى اونلاين وبابليك وكلنا بنكونكت على داتابيز واحده. بنكونكت على داتابيز واحده. اما الداتابيز الاس كيولايت داتابيز من نوع داتابيز خاص على الموبايل بتتسطب على الموبايل. تمام؟ يعني انت لما تسطب الابلكيشن بيتبني لك داتابيز ليك. وانا لما سطب الابلكيشن بيتبني لي داتابيز ليا، وانت لما تسطب الابلكيشن بيتبني لك داتابيز ليك. فكل واحد مننا بيتبني له. اما لحد دلوقتي احنا كلنا احنا الثلاثه لما نسطب الابلكيشن بنتصل بداتابيز موجوده. في فرق شاسع. انت بيتبني لك، انت بيتبني لك، انا بيتبني داتابيز وانت بيتبني داتابيز. كل واحد كل يوزر بيسطب الاب بيتبني له قاعده بيانات جديده. خدت بالك؟ اما اللي احنا عاملينه لحد وقتنا هذا الثانيه اللي احنا فيها كلنا لما نسطب الابلكيشن ما حدش بيتبني له. انت بتكونكت على الداتابيز الموجوده. بتكونكت معناها يوسف ان الابلكيشن لو اتمسح وجيت سطبته من تاني الداتابيز موجوده وهتلاقي الحاجات القديمه موجوده. تمام؟ غيرت الموبايل هتلاقي الداتابيز موجوده. اما الداتابيز الاس كيولايت بيبني الداتابيز على الموبايل. غيرت الموبايل جيت موبايل جديد الداتابيز اللي كانت موجوده على الموبايل بخ مسحت. مسحت الابلكيشن وسطبته من تاني الداتابيز بخ اتمسحت. خدت بالك؟ دي اسمها داتابيز سكيورايت، داتابيز برايفت على موبايلك. اللي احنا شغالين عليه داتابيز اونلاين. اليوم السابع اونلاين ولا برايفت ولا بابليك؟ بابليك. عشان لما بيرفع خبر بيوصل للناس كلها. الداتابيز السكيورايت لما تضيف منتج في الشوبينج كارت ما يوصلش للناس كلها، ده حاجه تخصك. صح ولا غلط؟ زي الكونتاكت لما تضيف اسم ده حاجه تخصك. خدت بالك؟ فكل واحد يا خالد بيتبني له داتابيز لوحده. كل واحد بيتبني له داتابيز لوحده. اما الكونكشن كلنا بنتصل على داتابيز واحده. طيب الكلام ده بيتعمل ازاي بقى؟ عشان تتعامل معاه اول حاجه حضرتك تعمل لي كلاس رايت كليك نيو جافا كلاس وهنسميه دات اس كيو لايت داتابيز. الكلاس ده سميته كده، انا سميته كده، سميه اي اسم. تمام؟ علشان تستمتع باوامر وتقدر تستخدم اوامر التعامل مع الداتابيز البرايفت في كلاس موجود جوه الاندرويد اسمه اس كيو لايت اوبن هيلبر. الكلاس ده اوريدي موجود، اوريدي موجود بتتعامل معاه انت بس عشان تقدر تستمتع بكل خدمات الاس كيولايت. فبتعمل ايه؟ توريث اكستند من اس كيولايت اوبن هيلبر. الكلاس ده يا رجاله قال لك عشان تستخدمه لازم غصب عنك في ميثود لابد من وضعها. انت يا حبيبي عايز تستخدم لي الكلاس بتاع اس كيولايت اوبن هيلبر؟ قال لك ماشي ما عنديش مشكله استخدمه، مش هقول لك لا، بس عشان تستخدمه لازم في اتنين ميثود، واحده اسمها اون كرييت واحده اسمها ايه، لازم يكونوا موجودين. ضفتهم. قال لك ده لسه في ايرور تاني. قال لك ما انت عشان تستخدمني اقصد على مين برضو؟ لازم تحط لي كونستراكتور اهو. كونستراكتور، الكونستراكتور اوتوماتيك يتنفذ. الكونستراكتور بس انا مش عايز فيه غير الاربع حاجات دول. ايه سوبر دي؟
بتنادي على الكونستراكتور بتاع الكلاس الموروث منه. كلمه بقى بيقول لك اديني كونتكست يعني اسم الايه؟ اسم الشاشه. صح ولا غلط؟ النيم. النيم اسم الداتابيز. اسم الداتابيز هسمي الداتابيز سكول دي بي. الفاكتوري يعني الشركه المصنعه مش فارق معايا. نل. في ناس تكتب اس كيو لايت مانجر. تمام. الفيرجن يا زيرو يا 1. الاصدار اللي تشتغل عليه اس كيو لايت 1 الجديد. عارف الكود ده بيعمل ايه؟ بيبني لك قاعده بيانات اسمها اس كيو ال دي بي على الجهاز بتاعك على موبايلك. الكود ده بيبني لك داتابيز. كل واحد فينا هيشغل الابلكيشن هينفذ الكود ده عنده. فالكود ده عنده يعمل ايه؟ يبني الداتابيز على الموبايل باسم مين؟ سكول دي بي. طيب عندك كود اسمه اون كرييت. اون كرييت معناها لما الداتابيز اتنشأت. هو البيانات بتتسجل فين؟ البيانات بتتسجل فين؟ في الداتابيز. فين في الداتابيز؟ في تيبل. ابني جدول. ده انت هتكتب كود يبني جدول عشان لما يسطب عندك الابلكيشن يبني لك الداتابيز ويبني لك كود يبني جدول عندك. ولما سطب انت الابلكيشن يبني الداتابيز ويبني لك كود. كلنا كنا بنكونكت على التيبل اللي انا برمجتها اللي المستخدم عملها اللي المبرمج. اما هنا لا، هنا بيبرمج تكتب كود يبني لك قاعده بيانات. المتغير اللي بيتعامل مع الداتابيز اسمه ايه عندنا؟ اروح قايل دي بي دوت اس كيو ال داتابيز اهو اكزيكيوت اس كيو ال. اديني جملة انشاء جدول اللي هي create table اسم الجدول. خدتوها باين في الماي سيك ولا يا عم يوسف؟ create table اسم الجدول. طب واحد يقول مش عارف ابني جدول ازاي؟ قال لك خلاص في برنامج اسمه اس كيو لايت مانجر براوزر اهو. ايه ده يعني الداتا تتسجل فيه؟ قال لك لا، ولا ليه اي علاقه بالموبايل، ولا ليه اي علاقه بالموبايل خالص. مش واحد يقول لي انا سجلت اسئله الداتا هنا خالص. الداتا بيس برايفت على الموبايل بتاعك. والحد لولي بوب كنا بنقدر نجيب الملفات بتاعت الاس كيو لايت. بعد الجديد يقول لك لا، ممنوع تدخل على الداتا بيس. كان انت بتهكر. خدت بالك؟ اهو نيو داتا بيس اي اسم. ابني جدول. هبني الجدول بتاعي ايه بقى؟ اللي هو ايه؟ شوبينج كارت. تمام. اول حقل هيبقى فيه ايه؟ السيريال نمبر. مش مشكله خلي السيريال نمبر. تكست اد اللي ايه، خلي النيم بس لو اسم المنتج. تكست اد الكوانتيتي انتجر نوميريك. ايه الفرق بين انتجر ونوميريك يا يوسف؟ انتجر لو عملتها اوتو نمبر 1 2 3 4 5. لا يا ريت، ده انتجر لو عملتها هتلاقي ياخد اوتو انكريمنت. تمام. اما لو عملتها نوميريك الرقم يدخل بايدك. برايس نوميريك. شوف حتى الداتا اللي فيه قليله، انواع البيانات. ايه تاني كان عندنا؟ توتال نوميريك. عشان اضرب الكميه في تبتدي اجمالي. لا لا لا، اوتوماتيك يتحسب. تمام. الايمج بلوب. الايمج من نوع بلوب عندنا بلوب. تمام. طيب ده ينفع حاجه هنا برايمري كي؟ لا، عشان ممكن يضيف المنتج مرتين. مفيش. فتاخد الكود اهو كوبي وتروح حاطه هنا اهو. طيب بس في هنا الكود اهو في بعض ده ايه لازم تتشال. خلاص يا عم خدها كوبي ودور عليه ريبليس. شلتها. تمام. ريبليستها بمسافه. خدت بالك؟ وتعالى هنا خليهم كلهم على كام سطر؟ سطر واحد.
جت على سطر واحد اهو. لا لا ليه اهو كنترول A كنترول C اجي نو بيست اهو خدت بالك دي كده كل ما واحد يسطب الابلكيشن هيعمل ايه داتا بيز يبني جدول وجوه جوه الداتا بيز يبني له جدول اسمه ايه شوبنج كارت ايه اون ابجريد دي بقى اون ابجريد معناها يا رجاله ان لما حضرتك تعمل تحديث للابلكيشن الاكواد اللي هتتحدث تتحط فين اللي تخص الداتا بيز في اون ابجريد الاكواد اللي هتتحدث تتحط فين في اون ابجريد اما مع بدايه التسطيب اول مره في اون كرييت المشكله في ناس بقى تقول لك ايه احذف الجدول افرض انت ضفت حقل جديد خلاص احذف الجدول ابنيه من تاني يعني ان شاء الله لما اليوزر يكون شغال على الداتا بيز بتاعتك بقاله سنه وانت عملت ابديت وضفت حقل جديد وانت بتقول احذف الجدول يبقى الداتا هتتحذف هيولع فيه وهيلعب من يوم اللي سطب فيه الابلكيشن او عمل ابديت ليه هو انت لما بتعمل ابديت للواتساب الناس بتتحذف لا اسمها اون ابجريد المكان اللي هيتحط فيه التجديد تمام طبعا احنا مش هنعمل فيه حاجه دلوقتي خدت بالك طيب بنينا الداتا بيز كنت بتبني الداتا بيز دي يا رجاله كنا بنبني الداتا بيز ليه عشان نسجل فيها بيانات قال لك بقى عايزين نسجل بيانات جوه الداتا بيز جوه جدول مين شوبينج كارت صح ولا غلط قال لك بقى عشان تدي بيانات جوه الجدول الداتا بياخدها ازاي بياخدها بلوك على بعضها ما بياخدش حقل حقل طب البلوك على بعض ده اسمه كونتنت فاليوز تمام بتعمل ازاي تعمل لي بابليك ميثود من نوع فويد او من نوع سترينج وات ايفر تمام وتروح مسميها لي اد شوبينج ايه اد تو ايه شوبينج كارت عشان تضيف جوه شوبينج كارت محتاج كم متغير كم حاجه هتضيفها حاجات كتير اول حاجه دي بقى البارامتر السيريال نمبر تاني حاجه تالت حاجه رابع حاجه البرايس عايز تغير سترينج والكلام ده كله وتخليها انت براحتك كده كده ايه ما هي اصل هو ده هيشيل على طول دايركت عمليات الحسابيه جوه اساسا يعني قبل ما يحط التوتال كده كده كنت ضارب له الكوميه في السعر بعد كده مين الايمج الايمج في الاس كيو ال بتبقى من نوع انبلوب في الجافا بتبقى من نوع بايت بايت اري في الجافا بتبقى في الام اي اس في الاس كيو اللي بتبقى ايه في الجافا بتبقى من نوع ايه بايت ومعلش علشان نقولها صح قبل لما يفتح فتح خليه قبل ما يفتح نكمل طيب انت حضرتك عايز تضيف بيانات جوه قاعده بيانات صح قاعده بيانات اس كيو لايت ولا سيكوال سيرفر يبقى لازم تعرف متغير من نوع ده اس كيو لايت داتابيز دي بي عندنا كم امر على الداتابيز كم امر على الداتابيز اربعه سيرت ابديت ديليت سيلكت هنا مقسمهم اثنين رايتابل داتابيز وريدابل داتابيز اللي هو ريد وايه انسيرت ابديت وديليت رايت سيرش سيلكت ريد فاكرين لما شرحنا الكلاس داتابيز قلنا عندنا ثلاث اوامر شبه بعض في التنفيذ انسيرت ابديت وديليت وعندنا امر اللي هو سيرش لوحده هو برضو نفس الكلام بكتب جيت رايتابل داتابيز هل تمام جيت رايت ابل دي معناها انسيرت وابديت وديليت طيب عايز انا اضيف بيانات قال لك هات تضيف بيانات حطها جوه كونتنت فاليوز سميها داتا يساوي نيو كونتنت فاليوز يبقى مين اللي هيشيل الداتا الكونتنت فاليوز اسمها داتا داتا دوت بوت هتحط في اول حقل اسمه ايه
هتحط انهي قيمه؟ قال لك قيمه متغيره اللي هي اسمها ايه؟ سيريال نمبر. ده اسم الحقل اللي في الداتابيز، وده اسم المتغير القيمه اللي هيشيلها. تمام. بعد كده داتا دوت بوت مين، الحقل اسمه النيم والمتغير اسمه ايه؟ نيم بار. تمام. دي مالها دي؟ جيت ريدابل، جيت رايت اول بين. هو ليه كاتبها دي كلها؟ اندرويد داتا بيز كده. طب هي داتا بيز فور. عملنا امبورت اندرويد اس كيو لايت. ايه ده؟ لازم اكتب دي يعني ولا لازم اكتب اندرويد دوت اس كيو لايت دوت اس كيو داتابيز؟ ماشي. تمام. داتا دوت بوت مين بعد كده؟ كوانتيتي. والمتغير بتاعها كوانتيتي. داتا دوت بوت من بعد كده والمتغير بتاعها برايس. انا بالصدفه مسمي اسماء المتغيرات نفس الاسم. داتا دوت بوت توتال، المتغير بتاعها توتال. بعد كده مين داتا دوت بوت بلو ايمج، والمتغير بتاعها ايمج اللي هو بلوب. طيب نتاكد بس من ده هنا الكلاس بتاع الداتابيز هنا في ايمج. ايمج بلوب بين. هنا نوع ايه بقى؟ متعملش معايا ليه؟ اهي ده عشان تتعامل مع الصورة ونجيب بيانات منها، دي اللي هناخدها المرة الجاية. حلو كده. من نوع ايه؟ بايت. خدت بالك؟ من نوع بايت زي ما قلنا. ايه؟ مش كامل. بعد كده كده مين اللي شايل البيانات؟ الداتا. اروح قايل الدي بي دوت انسرت، قال لي اديني اسم الجدول. قلت له الجدول اسمه ايه؟ اهو كوما. في حاجه نل؟ في حقول نل؟ لا، في حقول مش هيسيبه، كله هيتسجل فيه. كوما الداتا المراد ادخلها اللي هي مين اللي شايلها؟ تمام كده. كده انا عملت ايه؟ عرفت ان الداتابيز هعمل فيها جيت رايتابل. بعد كده عرفت كونتنت فاليوز، خدت الكونتنت فاليوز دي حطيت فيها كل البيانات. بعد كده عملت ايه؟ عملت انسرت جوه مين؟ بالداتا. اجي بقى هنا اهو في الزرار ده اسمها ايمج كارت. اروح رايح لملف الجافا بتاعها اسمها ديتيلز، يونيفورم ديتيلز. هل انا معرف متغير ليها؟ هي دي باين يوني. عملناها لا، اعرف image view img card واعمل لها initialization. img card equal image view find view by id r.id.img card. تمام. img card dot set on click new on click. المفروض يعمل ايه بقى؟ يضيف فين؟ الداتابيز بتاعت الاس كيو لايت.
عرف متغير من الكلاس اس كيو لايت داتا بيز. يا نهار ابيض تصدق عشان كده انا برضو عمال اقول ليه كاتب دي دايما ليه؟ اتاري ان ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ الكلاس بتاعنا. وعندي حاجة في الـ في الـ في النيلة الاندرويد اسمها اس كيو لايت داتا بيز. والله هو ده اللي لازم بصراحة، احنا غلطانين بصراحة. فاهمين انا عملت ايه ولا لا؟ نيو جافا كلاس داتا بيز اس كيو لايت، خليها كده واروح جاي كده اهو. بص بقى هنا ده اسمه ايه؟ كونستراكتور، صح كده؟ وفين بقى اللي كانت مكتوبه برضو؟ ايه اسم ايه؟ ماشي. ما هو دلوقتي هو مش قادر دي. اه ما انا همسح بقى ده. ثواني همسح ده. فين اس كيو لايت داتا بيز؟ امسح خلاص بقى مش عايز ديليت كده. هو المفروض عايز مين؟ الالت انتر اللي هي العاديه بتاعتنا بقى. بص اهو خدت بالك بتاعت الاندرويد الحقيقيه اللي هو كان كاتبها لنا، فاهمني ولا لا؟ تمام. تعالى بقى كده بقى ايه داتا بيز اس كيو ايه بتاعتنا احنا دي بقى. انا كنت ايه مسميه اس كيو لايت داتا بيز، والاندرويد في حاجه اسمها اس كيو لايت داتا بيز. دي بي يساوي نيو داتا بيز اس كيو لايت. عارف مع الضغطه دي هيعمل ايه؟ قال لك اديني اسم الشاشه اسمها ايه؟ دوت زيس. السطر ده كده بنى لك قاعده بيانات. تمام؟ دي بي دوت اد تو شوبنج ايه؟ اديني السيريال نمبر. اديني السيريال نمبر ياخده منين؟ او الداتا موديل ما هي عندي هناك في جدول في الشاشه الثانيه. مش هو بيضغط على ايه؟ بيضغط على ايه هنا؟ ما بيرن على اسم المنتج. اسم المنتج ده انا خدت منه مين؟ المتغير اللي كان شايل كل الحقول داتا موديل. تمام؟ يبقى اقول له السيريال نمبر خده من شاشه اليونيفورم دوت داتا موديل او دوت موديل دوت سيريال جيت سيريال كوما اديني النيم برضو ايه يونيفورم دوت موديل دوت جيت ايه مين ليه مفيش النيم نيم ولا كان طيب؟ تقريبا هو الطيب بتاع اه كان الطيب كوما يونيفورم مين؟ دي الكمية. الكمية دي بقى ياخدها من الكمية من تكست مين؟ من تكست كوانتيتي دوت جيت تكست دوت تو سترينج السعر داتا موديل او يونيفورم دوت موديل دوت جيت مين فين البرايس التوتال يضرب لا يعرف دبل كيو وبي الكيو ياخد من دبل دوت بارس دبل تكست الكوانتيتي دوت جيت تكست دوت تو سترينج والبي ياخده من اليونيفورم اكتيفيتي دوت موديل دوت جيت كوست. تمام. والتي بس هنا عايز ايه دبل دوت بارس دبل تحويل كاستنج. تمام كده التي هتساوي بقى الكيو في البي. واجي اقول هنا التي بس هو عايز سترينج دوت فاليو ايه دوت فاليو اوف الصورة
الصورة بقى هيتم التعامل معاها ازاي؟ اد كونتاكت وهو هنا. ايوه اولا الصورة عايزة بايت صح؟ الصورة عايزة ايه؟ بايت. ركز معايا في الحته دي عشان الحته دي هتبقى صعبه شويه. فين الميم؟ ماشي. ده شال بقى مين؟ image dot set bb خد الصورة. أنا المفروض الصورة عندي في image view. ركز بقى وعايز أحولها لإيه؟ لبايت. قال لك خد الصورة اللي في image view حطها في بيت ماب ومن بيت ماب حول لبايت. مش أنا عايز الصورة تجي لي بايت؟ الصورة أساسا عندك في image view. خد الصورة حطها فين؟ في بيت ماب. بعد كده حولها البايت. خدت بالك؟ طيب هنا لا ما انا مش عايز ابعد عن الفاير بيز. عايز ابعد عن الفاير بيز. طب ما انا ممكن احول ازاي احول؟ ممكن ادور على تحويل يجيب لي ايه من سترنج. اصل انا الصوره عندي جايه في سترنج من سترنج البيت ماب. طب انا اقول لك حاجه، احنا محتاجين بيت ماب صح عشان نحولها لمين؟ لبايت. طب ما انا لو عرفت كده اهو بيت ماب بي بي وقلت له هات من الصوره دوت جيت درور كاش، رمى رجع لي ايه؟ بيت ماب. ودرور كاش دي الصورة اللي انت ماسكها. استنى بس، درور كاش كده الصورة جاية لي في مين؟ ازاي احولها البايت بقى؟ عندك كود يا سيدي اهو، شايف التلات اربع سطور دول؟ ها الكود ده، الكود ده اهو بتديله بيت ماب يرجعها لك اسمه ايه؟ اروح قايل كده بايت اي يساوي او اي ام جي بروفايل ايمج بي بي. كده خد مين؟ وحطها في الايمج اللي كده حولها البيت ماب. فهي اساسا بروفايل ايمج بتاخد بيت ماب تديك لي. اجي هنا اقول اديني مين بقى؟ الايمج اللي هي البيت ماب. تمام كده؟ واروح مطلع توست دوت ميك تكست جيت ابلكيشن كوما برودكت هاز بين سيف او ان شيبون كارت. كوما توست دوت لينس شورت دوت شورت. الحته بتاعت الصوره تاني، الصوره جايه لها يا جماعه في ايمج. خدت الايمج عن طريق جيت درور كاش. بس قبل ما ناخد جيت درور كاش دي تعال نشوف هي دي بتاعت ايه. هو النت فصل؟ getting image from image view. ازاي اجيب الصوره اللي ماسكها الايمج فيو؟ لو لقينا
مش عايز انت ولا اي حاجه خالص. جيت درو ايبل، بص وانا هحولها لمين، بص في الاخر هحولها ليه لبايت، خدت بالك؟ انا برضو هو ده الكود برضو. ايه؟ مش عايز اعرف بس واني هنا احسن، خايف احسن نجيبها نال. هنا احول بيت ماب درور، والصوره فين؟ بيت ماب درور دوت جيت ميد ماب واري. طب الصوره فين في الاخر؟ ايمج فيو اهي. خلينا نجرب اللي معانا. وهنا جيت ايه؟ بص بيت ماب ايه؟ بيت ماب في نوع اهو دوت ايمج فيو ديت جيت درور بيت ماب، وده برضو يقدر يجيبها اهو. بص الت انتر، والصوره عندي اسمها ايه؟ خدت بالك كده؟ حطها جوه مين؟ جوه بي بي. وخدت من البيت ماب حطها فين؟ عشان تحولها لبايت. كده اقدر اجيب الصوره اللي هو ايه؟ اللي هو شايلها. خدت بالك؟ سيف. تعالى بقى المفروض نعمل رن كده. المفروض يقعد يدب في الشوبن كارت. دي العادية ديت الايرور العادي. لسه برضو بص كده يونيفورم، خش على التيشيرت ده تمام، المفروض ادوس كده، المفروض يكون الضعف ارجع بيك، خش على ده تمام. عايز اشوف الضعف الاس كيو ولا لا. عندنا هنا تولز اندرويد، اي في دي مانجر، اي في دي مانجر لا فين هنا اندرويد؟ وقفت مع الزر ده، هو ده الزر الجديد ولي بقى الله يخرب بيته. كنا بنشوف ال، كنت بقدر اخش جوه الموبايل ده اهو اللي شغال واجيب الاس كيو بتاعته، واخد بالك؟
اقدر اجيب الموبايل ده السكولايت بتاعته كانت تولز اندرويد. اسمها اندرويد مونيتور فاكر، بس تفتح في اللازم ده اهو عشان اجيبها وافتحها في الاس كلايد ده واشوف الداتا ديت شغاله ولا لا. بس ازاي كان في من قائمة تولز اندرويد ونجيب اندرويد مونيتور ليه وقفوها كده؟ ايه؟ كانت اندرويد مونيتور هتلاقيه دور على مصاريفي ويخش على البرنامج ويجيب الداتابيز بتاعته. هي دي الشاشه دي اندرويد ديفايس مونيتور. استنى بقى كده ادور عليها، مش عارف بفتح اي فيديو بقى تقيل جدا الجهاز. خلاص يا عم شكرا بقى. اندرويد ديفايس مونيتور، اندرويد ديفايس مونيتور اندرويد ستوديو 3.1.4 صح؟ واحنا 3.1.3 بقى اهي او ان لاتست في اندرويد. بس في ناس سالت حتى ايه بقى ايه؟ You can minimum change minimum SDK device file explorer explorer. طب هي فين؟ device. طب حد ما قالش هي فين؟ طيب ايوه هي دي اللي انا عايز، هي دي. بس فين دي؟ هي دي اللي انا عايز. فين بقى device file explorer؟ هو فتحها منين؟ ظاهرة منين دي؟ ظاهرة من الجنب ولا ايه؟ طب ما يقول tools window device tool windows view، واخد بالك view tool window غيروها خالص. فين tool window هنا؟ يا ربي تمام. برضو النت ابن لذينه. داتا ابلكيشن بتاعنا اسمه ايه؟ هتلاقي هنا com.android.school او ولا سمارت فيجن سكول ابلكيشن اهو. اطلع فوق كده هنا اسمه ايه؟ دوت كوم دوت اكزام دوت يد دوت سكول ابلكيشن. وهتلاقي بتاريخ النهارده اخر تعديل ليها اهي. افتحها كده. داتا ايه؟ اي دي اللي احنا عملناها. فين سيف؟ جنناش بقى، احنا كنا بنسيفها. ايوه كده غيروها والله. واحد برضه بيستفاد والله. تمام غيروها هنا خالص. غيروها تجديد.
سيف على الديسك توب مثلا او في الدي كده اتسيفت تمام. افتحها في الدي، افتحها بقى على برنامج مين؟ فين بقى هي؟ اهي افتحها على ده اوبن في الدي اس كيو لايت او سوري اول فايلز الاول اسمها سكول دي بي اهي. في جدول جواها اسمه ايه اهو، خدت بالك؟ براوز داتا، مش ده اللي حذفناهم؟ والصوره بس ما اتسجلتش تظهر بلوب كده، ما بتظهرش يعني. زي ما قلت كان 300 بص 2 في 50 ب 150 كده خلاص، شفت كده ايه الكلام ده متسجل ولا ايه الدنيا؟ تمام. طب كده هتظهر لي بقى في الشاشه بتاعت احنا بقى عايزين تظهر فين بقى؟ في شاشه بيقعد يضيف كده، احنا ضمننا ان هي الداتا متسجله. اخدها منين؟ من هنا واضيفها في اللاي اوت، خدت بالك؟ التجديد بس عشان برضو انا افكر نفسي برضو، من فيو تول ويندو ديفايس فايل اكسبلورر. والله مع المجموعه اللي فاتت ما عدتش كده، وانا كسلت ادور بصراحه، كنت ساعتها في اخر وقت اخر ربع ساعه ونقول يلا مش ظاهر، ممكن يكون شالوها من الاندرويد، طلع موجود. انا قلت يمكن ايه وقفوا ان هما ما حدش يخش جوه الداتا بيست عليه سكولايت بصراحه، بس دي برضو حاجه ايه، بس حاجه للمبرمج مهمه، عايز اتاكد ان ده اتسجلت. فتح سجلت الداتا في داتا بيز اس كيولايت تمام. الداتا بيز اس كيولايت دي داتا برايفت، فانا فتحت الفايل مانجر بتاع الموبايل من جوه الاندرويد عشان اجيب البيانات بتاعته، خدت بالك؟ اهو من هنا اهي، وتسجل وهتلاقي الداتا بيز بتاعتك متسجله. طبعا الجدول ده ميتا داتا ده بيتسجل اوتوماتيك اللوك، خدت بالك؟ كل ايوه على البرنامج، ما على مستوى البرنامج يعني، دي على مستوى البرنامج. اه طبعا ايوه ايوه، اكبر دليل انها متسجله اهي، متسجله جوه مين؟ تمام. سكول ابلكيشن، يعني انا نزلت البرنامج ده هيعمل لي داتا بيز، هيبني لك داتا بيز ويبني لك جدول جواها بالجدول ده. تمام. المرحله اللي بعد كده بقى احنا بناخدها هنعمل ايه؟ بس هتبقى طويله قوي، ان احنا ناخد من اس كيو لايت نحط في ليست فيو. هنمر برده بقريب من المراحل اللي احنا مرينا بيها، متغير كلاس ست، فاكرين السته كلاس الاول، بعد كده كلاس يجيب من بياناته يحط جوه الكلاس اللي بيقسم الداتا، بعد كده يديها الادابتر، بعد كده يديها لللاي اوت، بعد كده يديها للليست فيو، وكده يعرض لي الايه الشوبنج كارد. ادوس انا سيف، ياخد البيانات دي يسجلها بقى في الاونلاين وليه يسيبها على الاقل بعد كده ممكن يشوفها ما يكونش لاقيها المرتين. صح صح، بعد ما يخلص لازم يدلت كل البيانات اللي في جدول الشوبنج كارت منين؟ من السكرات. ودي احلى حاجه ان احنا عملناها بصراحه بالسكرات. تمام. بس طبعا دي هتتعمل المره الجايه، عشان دي المره الجايه الساعه كام؟ واحده بس، واحده نص ماكسيمم يعني كده بس. هو ان شاء الله بقى باجي واحده، انا عندي اجتماع الساعه 10 في القطاميه اللي هي في المقطم هنا جنب ام تي اي في المقطم، واكيد مش هخلص ايه اكيد مش بتاعه، مش هقعد لحد الساعه 1 ان شاء الله. هو بيخلص اشوف تمام. لا ان شاء الله يبقى واحده باذن الله، من واحده لكام؟ 3:30. وانا نازل دلوقتي هقول لهم الناس اعترضت بصراحه، هل نوقف بس الفيديو؟